ومحطتنا التالية رح نسلط فيها الضوء على مؤسسة مبدعون من أجل الوطن يلي أطلقت جائزتها السنوية العام 2022 ضمن مكتبة الأسد الوطنية. التفاصيل مع رشا خدور. فالغنى سر الوجود وأنين أن يبقى بعد أن يفنى الوجود. أعتنينا يا غني إطلاق مسابقة مؤسسة مبدعون من أجل وطن للشعر. السنة إن شاء الله هي الأولى وإن شاء الله رح تستمر دائما، ونحن المؤسسة هي لرعاية الإبداع وإلنا الشرف أنه نكون نحن مع المبدعين في هذا الوطن. فعالية بتقوم فيها مؤسسة مبدعون من أجل الوطن بالتعاون مع وزارة الثقافة من أجل إطلاق جائزة الإبداع الأدبي. المسابقة اليوم هي راح تكون فقط في الجنس الأدبي اللي هو الشعر، في شروط خاصة وضعتها المؤسسة من أجل المرشحين لهي الجائزة. الجائزة مفتوحة على مستوى الجغرافيا السورية، كل من يجد في نفسه المقدرة على العطاء والإبداع في المؤسسة بانتظاره. المؤسسة أنا كتير مقتنعة بدورها، وأنا موجودة معهم دايما بكل التفاصيل، وأكيد بدعمهم لأنه هني عم يقدروا ينفذوا أشياء على الأرض كتير حلوة، عم يدعموا الشباب الجدد ما عم يقدروا ياخذوا فرصهم، فان شاء الله على بالايام ان شاء الله في اشياء احلى واحلى. جائزه الابداع الاولى بما يخص مؤسسه مبدعون من اجل وطن بالتعاون مع وزاره الثقافه، لحتى وهي المسابقه راح تكون تعنى راح تكون سنويه طبعا. هي السنه راح تكون مختصه بالشعر وخاصه الشعر الغنائي. راح يكون الشعر هلا راح في معنا نخبه من مجموعه الشعراء المميزين، راح يقدموا ابيات شعريه مترافقه للمره الاولى مع موسيقى تصويرية، هي إضافة حالة إبداعية مميزة. نرمين لنحكي أكثر عن هالفعالية ونعرف تفاصيلها، أكيد معنا الدكتور بهجت عكروش رئيس مجلس أمناء
مبدعون من أجل وطن رح يكون معنا ويحكي لنا طبعا عن كل التفاصيل اللي صارت. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أول شيء مبروك انطلاق الجائزة مبارح. خلينا نحكي عن أجواء الأمسية يلي كانت وأبرز النقاط اللي كانت فيها. بداية يسعد صباح الجميع وصباح كل الإخبارية وكل سوريتنا الحبيبة. امبارح كانت البداية العملية حقيقة لمؤسسة مبدعون من أجل وطن. السنة الماضية كانت سنة تأسيس، سنة علاقات، سنة توقيع اتفاقيات، تأسيس للعمل الميداني القادم. السنة كانت البداية مع إطلاق جائزة مبدعون السنوية. هاي الجائزة اللي صار حتكون سنوية، طبعا ما حتكون دائما ثقافية، لكن السنة اخترنا العنوان الثقافي كون الأزمة أساسا هي أزمة ثقافة موجودة في البلد. إضافة إلى أنه نحن نحتاج إلى الشيء اللي يدعم الروح، يدعم النفس البشرية للإنسان السوري اللي عم يعاني وصل له فترة طويلة عم يعاني. وكان فكل سنة حيكون إلى عنوان مختلف. يعني نحن اليوم نحن يعني الهدف تبعنا الإبداع العلمي والثقافي والفني. السنة كان ثقافي، ممكن السنة الجاية تكون بالاتجاه العلمي أو بالاتجاه الفني إلى آخره. أطلقنا الجائزة كحالة شعرية. الحالة الشعرية اللي نحن بنطلقها بعنوان عريض وكبير جدا اللي هو كلياتنا كسوريين نحتاجه، اللي هو التماسك المجتمعي، نشر المحبة، نبذ العنف، قبول الآخر. يعني عنوان المسابقة الشعرية بدها تكون ضمن هذا القالب. أيضا حتى يكون هذا القالب صح، فكنا عم نفكر كيف بدنا نطلقها بمؤتمر صحفي لإطلاق الجائزة، وحيكون في جائزة مالية إضافة لجوائز معنوية حتكون موجودة، وجائزة مالية تتناسب مع ما تقدمه الدولة دائما في هذه الجوائز الكبيرة. حتى تكون تأخذ هذا المنحى الصحيح أن الشعر هو يتناغم مع الموسيقى، يتناغم مع الموسيقى، فأدخلنا الموسيقى. مجموعة من الشعراء اخترنا نماذج مختلفة من الجيل الأول، من الجيل الثاني، ومن الجيل الثالث للشباب، طعمناها بمجموعة من الموسيقيين. الموسيقيين أيضا يعني الكبار إضافة لموسيقيين شباب وأطفال. حتى في الغناء كمان أخذنا حدا من كل الشرائح. نعم. عملنا توليفة معينة بإطلاق الجائزة لعل وعسى أن تكون نموذج حقيقي وراقي لكيفية التعامل مع الحالات الأدبية والحالات الشعرية والحالات الموسيقية اللي هي غذاء للروح الإنسانية. الهدف الأساسي من هذه المسابقة تحفيز الشباب السوري على أن يكون لديه أمل في أنه يمكن أن يكون هناك من يحتضنه. طبعا لا شك أن الدولة دائما جاهزة لاحتضان كل المبدعين السوريين، لكن دائما في المجتمع الأهلي يجب أن يأخذ دوره في الأزمات، يجب أن يكون له دور حقيقي. من هذا الدور نحن كان تواجدنا كمؤسسة مبدعون من أجل وطن أن نكمل مسيرة الدولة في احتضان هذه الحالات من خلال المجتمع الأهلي. المسابقة إن شاء الله تكون بالمستوى الذي يليق. طبعا هذا الموضوع حيكون بالتعاون مع وزارة الثقافة، يكون هناك لجنة لقراءة النصوص الشعرية التي ستقدم للمؤسسة، ستكون بكتير كتير كبير. لذلك هذا الموضوع تم اختيار لجنة سيتكون من المؤسسة ومن خارج المؤسسة، إضافة إلى المرشحين من وزارة الثقافة حيكونوا ضمن اللجنة، وإن شاء الله تكون ضمن الحدود المتاحة لأن يكون في عنا قدر الإمكان نجاح في هذا النشاط، ونعطي الأمل لكل زملائنا أو لكل الشعراء الأدباء سواء كانوا كبارا أو صغارا. نعم دكتور، كمان حكيت عن أجيال متفاوتة عم بتكون وشاركت ضمن هاي المسابقة. بدنا نرجع لحفل مبارح، كان المايسترو كمال سكيكر وكان في مشاركة خاصة لميرنا ملوحي. خلينا نحكي عن الجو يلي عملوه مبارح ضمن الأمسية. حقيقة أنا مبارح كنت سعيد جدا فيما يحصل. أولا
الشعراء اللي موجودين هن شعراء متميزين جدا، يعني إن كان الأستاذ جمال المصري، الأستاذ هيلاني عطلة رئيس جمعية الشعر باتحاد الكتاب، إن كان قاسم فرحات أو غدير إسماعيل، إن كان جود دمشقي مع ونور مصلي عن فئة الشباب وفريق 100 كاتب وكاتبة، شعراء مميزين كانوا. جاء الشعر والموسيقى طعموا هذه الحالة بحالة من الجمالية الروحية التي يمكن أن تكون متفردة حقيقة عن باقي الاحتفالات التي تحصل للشعر سابقا. كانت مشاركة المايسترو كمال سكيكر كمان مشاركة رائعة، بحضوره الرائع، بإمكانياته، بتفانيه في العمل، بالتواجد مع الآخرين. ميرنا ملوحي هذا الصوت الرائع والجميل، صوت حقيقة هو صوت ملائكي، أنا أصنفه ضمن الأصوات الملائكية صوت ميرنا ملوحي، ففعلا عطت حالة من الجمالية الكبيرة جدا في تواجدها هي والمايسترو كمال، لأنهم أعطوا هي الصبغة الجميلة الإنسانية الروحانية لحالة الشعر مع حالة الموسيقى. نعم دكتور، خبرنا كمان عن الجائزة، كيفية المشاركة فيها وإمتى راح تطلق؟ نعم، الجائزة إطلاقها يعني كان مبارح الرسمي، ستعلن بشكل رسمي على الصفحات الفيسبوك، إضافة على إيميل معين سيعرض على الصفحة. أرجو أتمنى من كل مواقع التواصل الاجتماعي، أرجو من الجميع كل من يود المشاركة أن يدخل إلى صفحة مؤسسة مبيعون ويقرأ الشروط. هناك شروط واضحة جدا في أن تكون هذه القصيدة لأول مرة، لم تكن هناك مشاركات لهذه القصيدة في أماكن أخرى أو حاصلة على جائزة في مكان آخر، يجب أن تكون منضدة، يجب أن تكون مترافقة مع نشرة استعلام عن الشاعر وما قدمه سابقا، إضافة إلى أن تكون مشكلة حتى أيضا لحتى نقدر نحن نعطيها الأحقية. هلأ القصيدة هي ثلاث أنواع، في عنا القصيدة العمودية المقفاة، وفي عنا القصيدة الموزون، وفي عنا قصيدة النثر، يعني هالثلاث أنواع من القصائد هي موجودة. نظمينهم كمسابقات؟ طبعا كمسابقة، أنه المشاركات ويجب أن تكون لا تتجاوز بالنسبة للموزون 15 بيت، بالنسبة للعمودي أو والنثر يجب أن لا تتجاوز 120 كلمة، حتى يكون في تناسق معين بحجم القصيدة، وبالتالي تأخذ كلياتها حقها بالتساوي. اللجنة مثل ما حكينا عنها حتكون موجودة، سيتم استخدام كل المشاركين من كل المحافظات السورية ولكل شرائح المجتمع السوري. لا يعني هو يعني ما بتصور انه في واحد عمره 5 سنين رح يكتب قصيدة بهذا، لكن هي على الغالب من فئة الشباب من 18 حتى الأعمار المتقدمة حتكون مشاركة بهذه القصيدة أو بهذه المسابقة، لعل وعسى نصل إلى ما نبغي إليه من خلال تحفيز الذائقة الفكرية والشعرية عند الشعراء الشباب والكبار والصغار، وبنفس الوقت هو إيصال الرسالة المهمة جدا من هذه المسابقة اللي هي عنوان المسابقة، هو المحبة، نشر المحبة والتماسك المجتمعي. بس بفيدني أنا يعني سألنا عن ميرنا ملوحي وعن كمال سكيكر، كان إضافة معنا مجموعة من الأطفال الرائعين، حقيقة كانوا أيقونة حب وفرح وأمل قادم في المستقبل. هؤلاء الأطفال كانوا جميلين جدا في عزفهم حتى في غنائهم، يعني يرقوا إلى مرحلة أنه يكونوا فعلا فنانين حقيقيين، وكان المقصود تماما أنه من خلال هذه الأمسية اللي أو الأسبوع اللي صارت مبارح أنه نقدم هاي النماذج الإبداعية الشعرية والموسيقية عند الأطفال والغنائية أيضا عند كل شرائح المجتمع السوري، وتكون رسالة حب وسلام ومحبة للناس وللعالم في أنه الإنسان السوري من هو طفل إلى أن يصبح إلى آخر أيام العمر هو إنسان مبدع. صحيح. وقادر على أن يقدم
كل ما هو جميل رغم كل الضغط ورغم كل الأزمات ورغم كل ما نحصل عليه للأسف من ضغوطات خارجية. صحيح، أكيد بنوجه تحية لكل مؤسسة مبدعون والقائمين عليها بكل الأفراد، يعني بهي الظروف يلي نحن عايشينها منيح قدرانين نعطي ونطلع بهي المبادرات الحلوة لنحفز حالنا ونحفز غيرنا. بدنا ناخذ كمان هيك نأكد كم معلومة بما يخص المسابقة، مدة التقديم قديش راح تكون، أيمتى بينتهي إعلان النتائج، أيمتى لجنة التحكيم، مين هي راح تكون؟ طبعا نبلش بالآخر، لجنة التحكيم لن يعلن عنها، هي لجنة سرية فينا نعتبرها، حتى ما يصير في يعني حتى تكون مصداقية، ما يكون في واسطات تماما، حتى ما يصير في تواصل مع الشعراء مع اللجان. نعم، مع اللجنة. فنحن حريصين جدا، ستكون برعاية وزارة الثقافة، موجودين نحن ووزارة الثقافة، مشكورة جدا على تعاوننا في كل المراحل المسابقة، تهيئ البنية التحتية لهذه الحالة. فيجب أن تكون اللجنة نوعا ما غير سرية، معلنة، حتى طبعا ستعلن فيما بعد. نعم، لكن في البدايات باستقبال القصائد وفرز القصائد وقراءة القصائد ستكون في المرحلة السرية حتى نهاية شهر 5. قبول الطلبات أو قبول المشاركات يكون خلال شهر 3 وغاية شهر 4، لنهاية شهر 4 بيتم قبول الطلبات من كل المحافظات. بالشهر 5 سيكون قراءة للجنة التحكيم، قراءة القصائد وبالتالي فرزها وإحقاق الحق فيما يتعلق بكل ما هو صحيح بالنسبة للقصائد. بالشهر 6 و7 ستعرض هذه القصائد على اللجنة الموسيقية. اللجنة الموسيقية سيتم تلحين 3 قصائد لتطلق كأغنية كأغاني شعرية، شعر مغنى وملحن، وتطلق في الحفل الأخير، حفل إطلاق الجائزة اللي هو حيكون حفل إعلان الجائزة هو 3/9 من هذا العام، اللي هو موعد إطلاق مؤسسة مبدعون من أجل وطن. يعني هو نحن أطلقنا المؤسسة في 3/9/2020، السنة هي أطلقنا الجائزة، بنهايتها سيتم إعلان الجوائز اللي هو حتكون ذكرى سنوية، إطلاق الجائزة يعني إعلان الجائزة مع ذكرى تأسيس المؤسسة. إذن الخطة الزمنية 3 و4 قبول الطلبات، 5 قراءة الطلبات وإحقاق النتائج، 6 و7 عرض على اللجان الموسيقية فيما يتم يمكن أن يلحن ليقدم ضمن مهرجان فني كبير للمؤسسة ب3/9 وتعلن فيها النتائج. سيكون جائزة أولى ثانية ثالثة، الأولى 500,000 للجائزة التقديرية الأولى، 400,000 للثانية، 300,000 للثالث، إضافة لجوائز معنوية مع دروع وميداليات وشهادات تقدير تقدم. وما بنعرف لهسه لهلأ، هذا عم نقول نحن متأكدين منه، لكن ممكن يصير في عنا رعاة وممكن أن نقدم أكثر من ذلك. إن شاء الله الله يقدرنا أنه نقدر نعمل شيء لهدول الشباب، لهدول الناس، أنه يكون مثل ما حكيتي وتفضلتي، أنه نحن نكون بوصلة أمل حقيقية لشبابنا ولمبدعينا ولأهلنا وناسنا، أنه لا نزال نحن موجودين وعلى الأرض وسنبقى طالما سوريا باقية والشمس باقية وقاسيون باقي. نعم دكتور، هيك بالختام خبرنا أيضا عن المبادرات الربعية التي ستقام بالمراكز الثقافية، كمان هي نشاط تاني. نعم، للجمال. لا شك، هي من ضمن النشاطات الثقافية، في عنا خطة عمل مع وزارة الثقافة، مثل ما عنا خطة عمل مع وزارة التربية، مثل ما عنا خطة عمل مع وزارة الشؤون إلى آخره. مع وزارة الثقافة في عنا إضافة لهذا الموضوع، في عنا هلأ تحضير لشغلتين اللي تفضلتي فيها، اللي هي الخطة الربعية مع المراكز الثقافية. نختار كل 3 أشهر نختار موضوع معين، ممكن يكون علمي، ممكن يكون فني، ممكن يكون ثقافي، ممكن يكون طبي، هو نشاط لمؤسسة مبدعون ضمن عنوان كبير. الموعد القادم هو حيكون علمي، وعلى الغالب حنحكي فيه على الميتافيرس، تطور هذا العلمي اللي عم يحدث في العالم، تطور رقمي، حيكون هو عنوان نشاطنا القادم في المراكز الثقافية، لأنه العلم هو أساس حركة الشعوب. فنحن
من ضمن إبداعنا العلمي هو رعاية الإبداع العلمي، ونحن جايبين خبير فيما يتعلق بالميتافيرس، وأن نشرح آلية هذا النظام الجديد، النظام الرقمي الجديد لكل العالم، حتى يكون نحن لنا مشاركات في هذا الموضوع. وطبعا في لنا نشاط آخر مع وزارة الثقافة اللي هو التحضير لحفل بحلب، تحية من دمشق الفيحاء إلى حلب الشهباء فيما يتعلق بالقدود، كون سوريا تسجلت على قائمة اليونسكو والتراث، وإن شاء الله بالتنسيق مع وزارة الثقافة عم نحاول نحضر لهذا الحفل، وإن شاء الله قريبا جدا حيكون، لكن حتى تتهيئ الظروف اللوجستية لهذا النشاط. نعم. يعني بالختام بدنا نبارك هيك، نتمنى لكم التوفيق بكل خطواتكم القادمه. بدنا نشكرك كثير الدكتور بهجت عكروش، رئيس مجلس امناء مبدعون من اجل الوطن. كل الشكر لكم، وشكرا للاخباريه اللي دائما هي سباقه ودائما مرافقه لكل انشطه المؤسسه، واللي نتمنى دائما ان نكون كلنا مع بعض، هي عباره عن فريق عمل لا نستحقه وتستحق سوريا من شعبها ومن ناسها ومن مبدعيها. نعم، شكرا لوجودك وبالتوفيق لجهودكم دائما هون لشهر 3/9. شكرا لكم. شكرا.